اكو من يقول لك هذه الانتخابات لا يمكن ان تنجح، وان كانت هذه كل هذه الاراده الصادقه والتوجه الى حل البرلمان ما ممكن تنجح في ظل انه انت عندك ميليشيات خارج اطار الدوله، عندها سلاح منفلت، عندها اموال، تتصرف بالطريقه اللي تريدها، ما ممكن للانتخابات ان تنجح باي شكل من الاشكال اذا ما تم وضع حل مباشر وحقيقي وواقعي لانهاء قضيه الميليشيات اللي هي خارج اطار الدوله. هل تتفق انت مع ذلك؟ هذا تحدي كبير جدا، يعني ليس فقط امام الانتخابات وانما امام حكومه الكاظمي الذي اعلن في برنامجه الحكومي انه سيعمل على حصر السلاح بيد الدوله. يعني يدرك جيدا بان هذا السلاح كان يعني مهما وذا ثقل كبير على مستوى الانتخابات السابقه، بل اكثر من ذلك، يعني حتى ان السلاح حاصر عدد من المراكز الانتخابيه في عام 2018، يعني وهذا بحد ذاته يعني شكل خدشا كبيرا في نزاهه وشفافيه وايضا قدره الحكومه على التعاطي انذاك مع هذا السلاح. لذلك الان يبدو بان على السيد الكاظمي ان يذهب باتجاهين، الاول هو تعديل قانون الاحزاب. قانون الاحزاب فيه ثغرات كبيره جدا، ليس فقط يعني انا كنت من ضمن الاشخاص الذي تم دعوتنا للبرلمان العراقي لمناقشه هذا القانون، وفيه ثغرات كبيره جدا، يعني المال الخارجي، طبيعه التبرعات، غيرها غيرها. لكن قضيه السلاح الان التي نتحدث عنها نحن بصددها، نعم، هذه من الاهميه بمكان أن يذهب السيد الكاظمي باتجاه تعديل هذا القانون بالشكل الذي يمنع السلاح، هذا أولا. الأمر الآخر هو قضية حصر السلاح بيد الدولة. أنا أتوقع أنه مدة سنة إذا ما كانت هناك إرادة سياسية، هنا لا أتحدث فقط عن قدرة السيد الكاظمي وإنما أتحدث عن الإرادة السياسية، هل تتوفر الإرادة السياسية لحصر هذا السلاح بيد الدولة؟ أنا أشك في ذلك.